مساء الخير، موعدنا النهاردة مع حرف جديد من حروف سلسلة ابحث عن الحرف. حرف النهاردة حرف القاف. عملنا الحرف النهاردة في شكل قارب مجسم زي ما انتم شايفين، بتغلق الصفحة وتفتح. فتح المشهد عبارة عن جزيرة، قارب في وسط الجزيرة، ممكن الطفل بيشوفه من كل الجهات مجسم. القارب ده بيحمل ذيله في شكل حرف القاف، قرد ذيله أيضا في شكل حرف القاف، طاير عليه عصفورتين وهنا طاير عليه فرشتين. في الجهة المقابلة فيه قنفذ، القنفذ ده جسمه نفسه في شكل حرف القاف، قط تاني على ذيله حرف القاف، القارب نفسه لو نشوفه هنا، لو نبعد القرد، القارب نفسه في شكل حرف القاف. يقف على الشط على الجزيرة مجموعة كائنات برضو، قرد ذيله بحرف القاف، قنفذ حرف القاف، وهكذا. قرد هنا علشان الطفل يتعلم مجموعة من الكلمات زي قنفذ، قنافذ، قارب، رغم ان كتير من الاطفال يعرفوا سفينة، يعرفوا مركب، ما يعرفوش قارب. قط، قطط، قطة. الاطفال ايضا اكتشفت انهم ما بيعرفوش الجمع، يقول لي ثلاث قطط، ثلاثة قرد، ثلاثة كده، ما يقوليش ابدا قطط، قرود، قردة، أبدا لا مفيش. حرف القاف في شكله في وسط الكلام وفي أول الكلام، قرد، قردة، قرود. ده شكل حرف القاف، وإزاي المعلمة تعلم الأطفال أو تخلي الطفل يبحث عن الحرف. بقالي فترة بشتغل مع الأطفال وبتعامل معاهم وبشوف قدراتهم اللغوية إيه. الأطفال عندهم حصيلة لغوية حلوة جدا، لكن بعض الكلمات هي مش موجودة، زي ما قلت صياغ الجمع، قدرته على إنه يقطع الكلمة أو يقولك الكلمة فيها كم مقطع مش موجودة. من خلال تجربتي الشخصية مع الأطفال وجلساتي معاهم، الأطفال ما عندوش يقطع الكلمة، ولما بقول له الكلمة دي حروفها إيه أو إيه الحروف اللي فيها، تعال ننطقها مع بعض، يقول لي جا جمل، قا قط، قا قارب، ما يقولش قا را باء، لا ابدا ما بيقولش كده. الطفل بالقا قارب ياخد الحرف الاول والكلمه، ياخد بقيه الحروف مع بعض، ياخد الكلمه على بعض، يقول لك قط، قرد، ما يقولش قرده، ما يقولش قرود. فاذا انا مفروض اشوف الطفل فين وامشي معاه الكلمات بتاعته او اديله الحصيله اللغويه الموجوده عنده واحده واحده لحد ما يدرك بقيه الحاجات اللي انا عايزاها في مراحل تالية. لكن استعجل عملية مقاطع الكلمة وتجزئة الكلمة والجمع وما الى ذلك في مرحلة رياض الاطفال عن تجربة صعب جدا. نشوف حرف القاف بشيء من التفصيل. شفنا حرف القاف قد ايه مجسم وقد ايه جميل وبيعجب الاطفال لما بيشوفوا حالة التجسيم، ازاي المركب او السفينة في الوسط مجسمة، مجرد اني اطوي الصفحة او اغلقها انها تقفل. اللي بدأوا يدوروا على الحروف بنفسهم، يقول لي انا عارف وين يختفي، وين الحرف بيختفي، ويبدأوا يبحثوا عنه. حرف جدا جذاب وجميل جدا، والاطفال بدأوا يتعاملوا مع الامر على انه لعبة اكتشاف. انا عارف وين الحرف، يبدا يكتشف الحرف ويبدا يدور. واول ما اشتغلت معاهم كانوا يبداوا يكتشفوا او يدوروا على الحروف اللي هي الرموز، يعني يدور هنا سواء كلمه او حرف، يقول لي الحرف هنا او الكلمه هنا.
بعد فترة من الوقت مع الأطفال لا بدأ يشوف الحرف المرسوم في الكائنات فين، وكأنها لعبة اكتشاف وتحدي مع النفس ان هو يطلع الحروف الموجودة. تعبت معاهم اول مرة، لكن بعد كده العملية جدا رائعة. فيهم اطفال كانت بتحب تكتب، فيهم اطفال كانت بتحب ترسم، فيهم اطفال بتعتمد على الجانب البصري بس. حلو جدا انك تنفذي حاجات زي كده للاطفال. طريقة التصنيع هتلاقوها موجودة عندكم على القناة، وهحطها لكم في صندوق الوصف. اذا عجبتكم الحلقة اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لكم.